مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه من برنامج الحدث 8 تموز 2024. استضيف في الاستوديو الصحفي الفلسطيني قاسم. اهلا وسهلا فيك استاذ قاسم. انتظرنا هذا اللقاء طويلا واخيرا حصل. اهلا وسهلا فيك باستوديو قناه الجديد. مواضيع كثيره سنتناولها في هذه الحلقه. سابدا ب يعني التطور الابرز او يعني ما يجري على خط المفاوضات التي توصف بأنها المفاوضات ربما الأخيرة أو الأكثر قربا للتوصل إلى هدنة طال انتظارها. في فريق من الموساد الإسرائيلي زار قطر والدوحة مؤخرا، وأيضا صار في رد أو ملاحظات من حماس على عدد من البنود والنقاط الموجودة في الاتفاق. هل صحيح ما يحكى بأنه هذه هي المحاولة الأكثر جدية التي قد توصل إلى وقف إطلاق النار؟ هلأ هو النقاش مش على الوصول لوقف إطلاق النار. المبادرة وما طرح من أفكار حاليا هي مبادرة أمريكية. الأمريكي في هذه الفترة يسعى إلى التهدئة على كافة الجبهات لتمرير الانتخابات الأمريكية الرئاسية لديه، فهو يسعى إلى حالة من الهدوء لمدة شهرين، بكون قربنا على نوفمبر، وبعد ما نقرب على نوفمبر بنكون فتنا بالانتخابات الأمريكية، والرئيس الأمريكي يستفيد من هذه الدعاية ليقول يقول لليهود أنه ليهود أمريكا، يقول لهم أنه أطلق سراح الأسرى الإسرائيليين، وليقول لعرب أمريكا الذين يعني بالانتخابات التمهيدية لم يعطوه أصواتهم، ليقول لهم أنني أوقفت الحرب على غزة. حاليا ما يجري هي مبادرة أمريكية. الأمريكي يسعى إلى إيقاف الحرب وإلى التهدئة لفترة زمنية، ولحماس مصلحة بوقف الحرب لتخفيف العبء والضغوطات والحرب على شعبها. ولكن المشكلة هي عند الإسرائيلي. الجو التفاؤل الموجود حاليا هو موجود في إسرائيل، وهو يعني في كل مرة الإسرائيلي يسعى إلى بث جو من التفاؤل كبير، ويقول نحن اقتربنا للتهدئة واقتربنا إلى صفقة تبادل أسرى واقتربنا إلى، ولكن الإسرائيلي لا يقول اقتربنا إلى وقف إطلاق النار، يقول اقتربنا إلى صفقة رهائن وأسرى. ثم فجأة يخترعون بند ما اختلفوا عليه، يقولون يحملون بعدها المسؤولية لحماس. يعني في المرة الماضية بلينكن وزير خارجية أمريكا بلينكن قال أنهم قدموا مبادرة لا يمكن لحماس أن ترفضها وأنها جيدة بالنسبة لحماس، ثم الإسرائيلي رفض المبادرة وحملوا حماس المسؤولية الرفض. المشكلة الآن هي أنه هل يستطيع الأمريكي الضغط على نتنياهو للمضي في المبادرة الحالية؟ وهذا مشكوك فيه. يعني نتنياهو ماذا فعل؟ أرسل وفد من الموساد إلى الدوحة، أرسل رئيس الموساد إلى قطر، وقبل اجتماع أمس ليلة أمس مع وفد أمني للبحث بنود التفاهم والصفقة الأسرى أصدر ديوانه بيانا قال فيه أنه نحن سنكمل الحرب بعد الاتفاق على الصفقة بمرحلتها الأولى المتعلقة بالتبادل. حاليا ما يجري هو إعادة باختلف يعني الجو الإيجابي الذي أرسلته حماس والذي فاوضت فيه حماس، هو موضوع البند 18 الموجود في الاتفاقية أو ما تم طرحه، وهما يتعلق بوقف إطلاق النار. ومسألة التعهد أو بذل الجهد أو العبارات أو الكلمات تحديدا اللي طلبت حماس بأن تعدل لكي يعني تلقى تجاوبا، هي حماس أنه هي المقاومة في غزة مطالبها واضحة. هلأ بعد 10 سنين بعد 5 سنين قدمت تكمل الحرب، عندها 4 مطالب واضحة: وقف إطلاق النار، وقف الحرب، إطلاق سراح الأسرى، إعادة الأعمار، وفك الحصار عن قطاع غزة. هلأ هذه هي روحية مطالب حماس. نختلف ممكن أنه يتفاوضوا أو يخففوا من بعض العبارات من وقف إطلاق نار إلى وقف أعمال عدائية، ممكن هذه الكلمات يتم استبدالها ببعض المصطلحات الأخرى، ولكن الروحية الأساسية هي وقف الحرب على قطاع غزة. يعني والإسرائيلي من جهة أخرى ماذا يفعل؟ الإسرائيلي من جهة أخرى يعمل على
الإصرار على الاستمرار في الحرب. يعني الإسرائيلي بيقول لك أنه أنا أوكي بمشي، ممكن أمشي بالمرحلة الأولى، ولكن لا أضمن السير في المرحلة الثانية. وهو يريد دائما، وهو ونتنياهو دائما يشدد ويقول بأنه يسعى إلى استكمال الحرب حتى النصر المطلق. وجزء من هذا الإصرار له علاقة بالخوف الدائم من يعني الانقلاب الذي سيحصل عليها أو الانسحاب الذي سيحصل عليه من قبل اليمين المتطرف الموجود في الحكومة. هلا بداخل إسرائيل، يعني استمرار الحرب له عدة عوامل غير مرتبطة حصرا بنتنياهو ومستقبله السياسي. في 7 أكتوبر، صباح 7 أكتوبر، إسرائيل لامست التهديد الوجودي، وإسرائيل لذلك وإسرائيل انكسر مفهوم الردع لديها. يعني أعداؤها بمحيطها لم يعودوا مردوعين، وإسرائيل انكسر لديها مفهوم الأمن. يعني إسرائيل أساس وجودها أنها هي من تؤمن توفر الأمن لليهود في العالم. فإذا كان مثلا بالسنوات الماضية بالحدود 2015-2016 عندما وقعت أحداث، عندما نفذت تفجيرات في فرنسا، نفذتها داعش في فرنسا، حينها صرح المسؤولون الإسرائيليون طلبوا فيها يهود فرنسا بالمجيء إلى إسرائيل لأنها الأأمن لهم. فمفهوم الأمن لليهود في العالم دمرته حماس في صباح 7 من أكتوبر. لذلك تسعى إسرائيل إلى استعادة هذا الردع. والمشكلة التي، وهي إن شاء الله تدلم كملها المشكلة على إسرائيل، والمشكلة التي تعانيها إسرائيل حاليا أنها حاولت أن تردع حماس، ولكنها وجدت أن أعدائها بالمحيط، بمحيطها الإقليمي، ليسوا مردوعين وينفذون هجمات إسنادا للمقاومة في غزة. فلذلك إسرائيل في تعتبر نفسها في حرب وجودية، وهو ما صرح عنه وزير الأمن لديها يوآف جالانت، وهو ما يصرح عنه نتنياهو. يعني عندما قال مرات عدة بأن هذه حرب الاستقلال الثانية، بداية المعركة، بداية الحرب، صحيح، يعني أنه حرب الاستقلال الأولى عند العدو الإسرائيلي اللي هي نكبة عند الشعب الفلسطيني ويسميها هو حرب استقلال. لحرب الاستقلال الأولى يعني الإسرائيلي بقي 75 عاما. حاليا نحن نعيش الحرب الاستقلال الثانية، وهي لن تكون نكبة للفلسطيني بل ستكون نكبة للعدو الإسرائيلي. ولهذا يعني مؤشرات عدة أنه إسرائيل هلأ ما فيها أبدا، لن تخرج من هذه الحرب منتصرة بسبب الواقع الإقليمي المحيط بها. البعض حتى هذه اللحظة، وطبعا يعني حنفوت ب يعني تقييمك لمن يعتبر بأنه لا، ما حصل بعد 7 من أكتوبر وما حصل في قطاع غزة وما يعني فرضته حماس على القطاع بهذه العملية هو يمثل نكبة تانية. هذه وجهة نظر تمثل عدد يعني لا يستهان به من الأصوات الفلسطينية، وبعرف عندك يعني موقفك وردك على هذه الآراء، بس بدي يعني بدي أرجع لنقطة ذكرتها إلى علاقة بالمطالب اللي لم تحيد عنها حركة حماس، واللي هي المطالب الأربع: وقف إطلاق النار، إطلاق سراح الأسرى، إعادة الإعمار، وفك الحصار. وصفت بأنه بعض الليونة التي تمثلت بموافقة حماس على عدد من البنود أو إعادة صياغة عدد من التعابير المستخدمة على أنه ليونة تقتضيها المعركة والحرب لتخفيف جزء من الضغط على سكان قطاع غزة وحتى على المقاومة في غزة. البعض يرى في هذه الليونة وتحديدا بعد الموافقة الأولى التي يعني صرحت بها حماس ورفضت من قبل إسرائيل على أنه بداية مش انكسار أكثر من هو حاجة حقيقية للقبول بتسوية بوقف إطلاق النار. حتى التعبير وقف إطلاق النار المستدام لم يعد مطلبا أساسيا لحركة حماس. هل هذه الليونة هي نتيجة ضعف كتائب القسام، نتيجة ضعف حركة حماس؟ وخلينا ما ننسى أنه نحن ببداية المعركة دائما كان في مدة زمنية معينة تنقلنا أو يعني تصدر عن قيادات حماس بأنه المقاومة تستطيع أن تصمد من 6 أشهر إلى سنة. نحن فصرنا هلأ بالشهر 9. هل هذا التراجع أو هذا التعديل في التعبير هو نتيجة ضعف ولا لا براغماتية في العمل السياسي؟ أول شيء لكون هيك مباشر وواضح، يكون مباشر وواضح قد ما بدنا، إنه الواحد ما بيقاتل ليقاتل، إنه ما الأهل غزو والمقاومة ما بتحب تقاتل لتقاتل، مش عم بتقاتل عن عبث ومش عم بتقاتل مبسوطين بالقتال. واحد، الحرب فرضت، الإسرائيلي
نفذت حماس 7 أكتوبر على رأس وعينه. الإسرائيلي كل يوم قبل 7 أكتوبر في 6 أكتوبر 5 أكتوبر 4 أكتوبر ورجع لل48. خلال هالفترة كان الإسرائيلي كل سنة يعمل 7 أكتوبر على حماس. الإسرائيلي يعمل 7 أكتوبر على حماس. نحن في 9000 أسير أخذوا الإسرائيلي أخذهم الإسرائيلي من الضفة، وفي 500 شهيد قتلهم الإسرائيلي. هو ما عملتهم حماس، ما أخذت 9000 أسير، ما أخذت 9000 أسير بالتسعة أشهر. الفكرة هي أنه القتال لأجل القتال، ما حدا بيقاتل ليقاتل. القتال الحالي هو وسيلة للمفاوضات، إطلاق النار هو وسيلة للمفاوضات، صوت المدافع هو أحد أصوات المفاوضات العسكرية صحيح، ولكن أنه الليونة التي تبديها حماس، أنا بدي بس أنه كل المعترضين أنه الليونة وانكسرت حماس، ومش حماس فقط، المقاومة بكل فصائلها، أنه انكسرت المقاومة غزة، مين في يتحمل اللي تحملوه بتسعة أشهر؟ يعني أنت لما إسرائيل تبعت 6 فرق على غزة بينما واجهت دول عربية، 3 دول عربية ب73 بثلاث فرق، كمية غزة حاليا سقط عليه ما يوازي 8 قنابل نووية، مين بيتحمل هيدا الشيء؟ إذا أبدت حماس ليوني، وهي بنرجع بنحكي إنه هي قد تختلف الصيغة، مثلا بال2006 بحرب تموز ما في بالبيان 1701 وقف إطلاق نار، في وقف أعمال عدائية صحيح خير إن شاء الله، هي المهمة الروحية، روحية النص وما تطلبه حماس المقاومة في فلسطين وفي غزة هو وقف إطلاق نار. إيه شو بدلهم مكملين من السنة يعني سنتين هيك أهل غزة تحت القصف؟ مين اللي هلأ لولا الجبهة الشمالية في لبنان لم يكن الضغط كبير على العدو الإسرائيلي وقد يدفعه إلى وقف إطلاق النار؟ انه العرب شو عم يعملوا للحماس ولغزة للمقاومة ولغزة؟ اللي عم بتقوله بذكر مش بذكرني يعني باحد المقابلات، احد يعني ال ما بعرف شو صفته بالضبط، بس دكتور سعيد زياد على قناة الجزيرة تعقيبا على يعني العملية التي قامت بها اسرائيل لتحرير عدد من الأسرى، بيقول شغله بانه اذا كان ذلك يثبت شيء يثبت بان المقاومة في غزة هي من بشر يتعبون و يعني يعانون. هذا التوصيف عم تقصقته على هذه الحالة بالمفاوضات، انه ايه من الطبيعي جدا يعني مقاومة بغض النظر عن قدراتها وعن قوتها وصمودها انها تكون تعبت الى حد ما بعد 9 أشهر من القتال. ليك نحن اللي عم نحضر على التلفزيونات تعبنا، نحن يعني المشاهد اللي عم نشوفها واللي عم نحضر، ونحن المشاهدين عم نحضر على التلفزيونات تعبنا، وجزء كبير من العالم رجعت لروتينها اليومي ولحياتها اليومية. العدو لم يترك لك خيار إلا للقتال، يعني العدو الإسرائيلي لم يترك أي خيار لأهل غزة سوى القتال. وبالأمس قال الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة أنه استطاعوا خلال الحرب تجنيد الألاف. هؤلاء ممكن خلال، لنفترض أنه نحن في حالة سلم الآن، أشك أن تستطيع القسام تجنيد الألاف بفترة زمنية قصيرة. ليش؟ ولكن بفترة السلم العالم بتروح بتهتم بحياتها اليومية وكذا، ولكن بفترة الحرب استطاعت القسام استقطاب الآلاف. في جزء كبير من هؤلاء يعني شاركوا في المقاومة ويشاركون في المقاومة وانضموا إلى المقاومة لأجل الثأر. في إنه في اللي عملته إسرائيل بغزة في جزء منه كتير كبير حنشوف نتائجه بعد 10 سنين. يعني ابن 10 سنين هلأ اللي قتلت له كل أهله بعد 10 سنين بيكون صار عمره 20. هيدا كيف بدك تهديه ما يفوت على مستوطنات مرة تانية؟ كيف بدك تهديه؟ بدك تقنعه انه ابن مستوطنة نحل عوز وبقاري والسدرات المستوطنات المحيطة بقطاع غزة انه تهديه عنهم؟ ما يفعله الإسرائيلي الآن هو زرع بذور الثأر للجيل المقبل، للجيل اللي انت عاش حرب ما حد عاش. وبالعودة لسؤالك انه تعبت المقاومة ما تعبت، بالنهاية كلنا بشر وبتتعب وبتريح احيانا وبتستريح احيانا، ولكن لا خيار امام المقاومة سوى المقاومة. ما فيها تعمل ولا اي شيء ابدا غير انها بدها تواجه العدو الاسرائيلي، لا يوجد هناك اي بديل اخر.
وأما موضوع يعني الليون التي أبدتها المقاومة في المفاوضات مع هذا، المقاومة تريد إراحة شعبها وتريد إيقاف الحرب صحيح، ولكن من يستمر في ذلك هو العدو الإسرائيلي، هو يعني كل المبررات. يعني عم تقول لا خيار الغير يعني غير متاح والذي لا يوفر أي خيارات بديلة للمقاومة هي يعني هي الدافع الحقيقي اللي لانه في 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 على الاقل طروحات تواجه معظمها بالرفض، لا حل بل حتى تصر المقاومه على ان اي من يحاول ان يدخل من البوابه الاسرائيليه للاداره المدنيه او لتقديم بديل عن حماس او المقاومه او اي من الفصائل الفلسطينيه الموجوده في قطاع غزه يعني ممنوع، حتى شهدنا محاسبه ميدانيه للبعض. ففي خيارات عم تقدم، في بدائل عم تقدم، هذا الرفض المطلق من أبناء قطاع غزة كيف تفسره؟ طبيعي أمر طبيعي، أهل قطاع غزة يعني أنه لأنه إذا نحن بشر ونتعب حتى لما يعني لما يقدم لك العدو يد العون ولو مشروطة، في البعض ممن يعني ينهكون بياخدوها آخر شيء. مش عم بدعي لأخذها، بس انه يعني هذا السؤال لتفسير حجم لأنك انت بتعرف اكتر منا وانا بعرف حجم المامك بكل التفاصيل في القطاع وفي ابناء القطاع، انه شو هو سر هذا الصمود؟ لك اولا سكان القطاع من 48 لل 2005 كانوا تحت الاحتلال الاسرائيلي وكانوا تحت السيطرة الأمنية والعسكرية للعدو الإسرائيلي، وكانت المستوطنات بين سكان غزة القطاع ككل. بال2005 وبعد سنوات الانتفاضة وعمليات المقاومة في قطاع غزة تحرر القطاع، تحرر من 2005 إلى يومنا هذا إلى 2024. بهالفترة أهل غزة والأجيال التي نشأت ما شافت الإسرائيلي، يعني وضع غزة يختلف عن وضع الضفة الغربية. بغزة ما في الإسرائيلي يفوت ساعة ما بده ياخذ مين ما بده ويفل، مش مثل الضفة الغربية. وخلال هذه السنوات استطاعت المقاومة إنشاء معادلات يعني أجبرت العدو الإسرائيلي إلى 7 أكتوبر الالتزام بها. ما يسعى إليه العدو الإسرائيلي من تقديم يد العون إلى قطاع غزة هو هدفه مش تريح العالم وتريح لا بقى أنا أعرف النوايا أكيد، بس صحيح. عم بحكي أنا بقديش يعني شو سر العالم بقدر ترفض. في معركتين بعيدا عن الجو الشعبي في قطاع غزة، هناك معركتين، واحدة سياسية واحدة عسكرية. العسكرية هو ما نشاهده في قطاع غزة، السياسية و يستخدم فيها أدوات عسكرية هي محاولة العدو الإسرائيلي إلى تدمير سيطرة حماس على قطاع غزة المدنية والإدارية، تدمير السيطرة المدنية والإدارية. يعني أنت لما يطلع بيعمل غارة على مركز للشرطة، وهو ما شاهدناه بال2008 وقت افتتاح حفل تخريج، وقت خلال حفل تخريج ضباط بالشرطة الفلسطينية، هو السعي إلى تدمير السيطرة المدنية لقطاع غزة، واللي حماس حتى خلال الحرب لا تزال سيطرتها المدنية فاعلة وناجزة وقوية وموجودة بشكل قوي على الأرض. يعني حتى لحد هلأ بعض العمليات السرقة والنهب اللي بتصير، الشرطة الفلسطينية بعدها بقدر المستطاع تسعى للسيطرة عليها وتحاول السيطرة عليها. لطبيعة أهل غزة، ناس عاشوا التحرير من 2005 إلى 2024 ما حيقدروا يتقبلوا، وبالرغم من كل الصعاب ما حيقدروا يتقبلوا يرجعوا يشوفوا الجيش الإسرائيلي موجود. هلأ حاليا الجيش الإسرائيلي صحيح موجود بغزة، وصحيح في بعض المناطق قبل فترة عمل حواجز وكان يمرق عالم ويعتقل عالم. كل هذه الأمور هي دوافع للعمل المقاوم ضد العدو الإسرائيلي. ما بيقدروا ما فيهم يعيشوا تحت سيطرة مجددة للعدو الإسرائيلي.
بس هن اسمعني يعني اتعمق اكثر بالسؤال لانه مجددا لانه هيك ابتسمت لي بسمه وكانه انا عم يعني اتحايل بالتوصيف، بس هن لم يكونوا على يعني كانوا على تماس مع الإسرائيلي، يعني عدد كبير من أهالي سكان القطاع كانوا يذهبون إلى الأراضي المحتلة للعمل وكانوا يضطرون للعبور بمراكز التفتيش. لا هاي بالذهاب إلى العمل من وقت حكومة أولمرت لوقت نتنياهو، يعني من سنة لسنة لورا في شيء 15-16 سنة تقريبا، كان في حصار كتير كبير على قطاع غزة، ما كانوا يروحوا العمال الفلسطينيين إلى الداخل المحتل، كان بعض التجار ممكن يمروا على معبر شمال غزة ومعبر كرم أبو سالم، ولكن أنه ما كانوا في عدد كبير من العمال المياومين الذين يذهبون إلى الأراضي المحتلة داخل فلسطين. وبالسنة الماضية الإسرائيلي وقت حكومة لابيد وبنت نسيت اسمه نفتالي بنت، لابيد ونفتالي بنت قدموا بعض التسهيلات لسكان قطاع غزة، وحتى في خلال فترة حكومة نتنياهو قدمت بعض التسهيلات لسكان قطاع غزة، ولكن حتى هيدول لما كانوا يفوتوا يعني كانوا بيشتغلوا يومين ويعودون إلى بيوتهم. لا بس الآن سألتك هذا السؤال جزء من السردية الإسرائيلية التي يعني تطالب بأقصى درجات الإجرام والهجوم على قطاع غزة، كان يطلع حكي بأنه أحد أسباب نجاح عملية 7 أكتوبر كانت نتيجة الاستطلاع أو العمليات الاستطلاعية التي قام بها هؤلاء العمال أو المياومين داخل الأراضي المحتلة. اللي عم بتقوله ينسف هذه الخبرية، لأنه وكأنه هذا الشيء اللي عم بينقال بيسحب من المقاومة قدرتها الاستطلاعية لنتيجتها قدرت تحقق هذا. هلأ 7 أكتوبر والمعلومات الاستخبارية التي التي حصلت عليها المقاومة ليس شرط أنه محصور ببعض العمال اللي ممكن يفوتوا. طب لو افترض في جزء منه صحيح أنه بعض العمال نفذوا هالعمليات، برافو، الحق على العدو الإسرائيلي مش حل حق على المقاومة. وفي جزء كبير مش مرتبط فقط بالعمال، قد تكون المقاومة جندت بعض المتعاونين معها بالداخل الفلسطيني، قد تكون عندها قدرات تكنولوجية واستخباراتية قدرت تحدد وتعرف. المشكلة هي الإسرائيلي اللي صار معه ب7 أكتوبر ما عرف بسبب فشله الاستخباري وبسبب عدم قدرته على التوقع والتنبؤ ب7 أكتوبر صار يرمي الفشل على أي حدا. يعني ساعة بيقول لك الحق على العمال اللي كانوا يفوتوا، ساعة بيقول لك على الشباب، ساعة بيقول لك على ساعة بيقول لك هول يمكن العرب تعول العرب الموجودين داخل الكيان المحتل البدو هن اللي ساعدوا لأنه عندهم عشير بغزة. الإسرائيلي وقتها كان ضايع وبعده ضايع، فبيكب التهمة عمين مكان بس ما بيحملها هو. حاليا بدأت لجان التحقيق بما جرى صباح ذلك اليوم، وعم بيكتشفوا ولا بطلع معهم العد كتار عدة أجهزة أمنية صارت تتحمل أنه أنا كنت عارفة أنا كنت شايفة، بس المسؤولين الأعلى مني لم يثمنوا المعلومات التي قدمناها. وصلت حتى الاتهامات صارت توصل على أن القادة الأمنيين أو العسكريين الأساسيين مش نتنياهو اللي عينهم إنما الحكومات السابقة. فهيدا نتيجة التخبط، هذا اللي بدنا نشوفه بأول نهار بتوقف الحرب، بدنا نشوفه بطريقة أقوى وأشرس بالحكومة بين الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية بين بعضها. يعني نتنياهو إذا بقي عنده حفلة كتير كبيرة بعد وقف إطلاق النار، لذلك أستبعد على الصعيد الشخصي أن يكون هناك وقفا لإطلاق النار. لأن ما أستبعد على المستوى الشخصي، يعني أنت على أنه سيوافق نتنياهو ولو تم تعديل البنود ولو تم سيجد مبرر لعدم وقف إطلاق النار والمضي، بعتقد سيجد مبرر لعدم وقف إطلاق النار والمضي في
صفقة أسرى، لأنه اليمين المتطرف بن جفير وسموتريش يهددانه بشكل جدي. البعض يقول أنه المكتسبات الموجودة لدى اليمين ما حيقدروا ياخدوها من أي حكومة تانية، لذلك ما حيستقيلوا، والبعض يراهن على ذلك. أعتقد أن سموتريش وبن جفير مجنين لدرجة أنه ممكن يستقيلوا. استطلاعات الرأي عم تعطي بن جفير 14 أو 15 مقعد، وهو مما يمكن أن يجعله بيضة الأبان يعني في أي تحالف، في أي تحالف انتخابي مقبل. بس عم بتقول أنه يعني هذا اليمين المتطرف لا يستطيع أن يحقق أي مكاسب بأي حكومة أخرى، بس هو مجنون بما فيه الكفاية على أنه حتى يتخلى عن هذا المكسب. المكاسب اللي عنده إياها هلأ ما في جيبة من أي حكومة تانية، ومع هيدا ممكن يقضم على خطوة، ممكن، لأنه هن جماعة قائديين، أولا جماعة قائديين، وجماعة التطرف هو اللي عم يزيد لهم مقاعدهم وليس العقلانية. لأنك قلت هذا الشيء، يعني أنت عم تذكر أو عم يعني تفصل أسباب الصمود في قطاع غزة، ومسألة أنه هذا يعني هناك أجيال نشأت في قطاع غزة لا تعرف معنى الاحتلال، تعرف معنى الحصار، ولكن ليست لم تكن يوما على تماس مع العدو الإسرائيلي. ما شايفيته. يعني لفتتني كتير هالمقارنة، بس حأخذها بالمقلب الثاني. سموتريتش يعني أحد القادة الإسرائيليين الذين يوصفون بالجنون، نشأته أو بروزه على الصعيد السياسي تحوله إلى 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 ما هو عليه اليوم كان نتيجة حدث 2005، إخلاء المستوطنات وإجبارهم على الخروج من قطاع غزة، لبل حتى يعني وصف من بعض الصحافة الإسرائيلية على أنه إرهابي. لما تقول أنه المقاومة في فلسطين تمكنت أو تستطيع نتيجة اللا خيار اللي قدم من قبل إسرائيل على الانضمام إلى صفوف المقاومة، في بالمقلب الثاني بعد 7 أكتوبر وكأنه هناك جيل يميني بيشبه النموذج اللي انخلق بسموتريتش عام 2005 يكبر وينمو. هذا التحول مش يعني بينقز على الأقل، أو يعني أن تتحول الحالة البنجافيرية أو الحالة السموتريتشية إلى الحالة السائدة في إسرائيل، وبالتالي يعني هذا الجنون بدك تصير مش تتعامل معه على أنه جزء مؤثر بسلطة القرار، بدك تتعامل معه كحالة، وفي منه سيقصوا بالنووي. يا ريت كل المجتمع الإسرائيلي بيصير مثل بنجافير وسموتريتش. لا يا ريت. أصدق اثنين بإسرائيل وأكثر ناس واضحين بإسرائيل هن سموتريتش وبن جفير، يعني أكثر عالم حكيهم حقيقي وما بيكذبوا وصريحين، وبدهم ياخدوا لجنوب العراق، إسرائيل يعملوها لجنوب العراق وياخدوا للنيل، ما عندهم مشكل يطلعوا يقولوها. هن أصدق ناس الإسرائيلي. الحكومات العربية انغشت بالفترة الماضية، أحد أسباب 7 أكتوبر شو هو؟ العمليات التطبيع اللي ماشي، أنه دمج إسرائيل في المنطقة. وإذا كنا نحكي يا عم، مش نحن نحكي يعني، إذا المقاومة كانت تحكي ما يجري أنه تطبيع وخطر على القضية الفلسطينية و كانوا بيسخروا شو بعد في قضية فلسطينية وشو بهينا ماشيين. يعني أن وصلت لبعض الأمور ببعض الدول العربية أنها تحول القضية من حل دولتين مثلا إلى القبول بمسار لحل دولتين. قديها المسار ممكن ياخد مقابل، وهذا المعروض حاليا مقابل تطبيع، يعني مش مقابل تطبيع، مش مقابل إنجاز مقابل تطبيع، أنه مش حل الدولتين، لا مسار على حل الدولتين. قديه بياخد هالمسار، كم سنة بياخد هالمسار، مش مهم. الفكرة أنه أن يتحول المجتمع الإسرائيلي هو المجتمع الإسرائيلي بسبعة أكتوبر، وبلا سبعة أكتوبر عم يتحول تلقائيا لمجتمع يميني متطرف. عند تأسيس الكيان ب48 مثلا، أزمة الحريديم اللي هلأ صار، كان أجل الجيش لعند قيادات الجيش عند بن غوريون مؤسس الكيان، قالوا له في شيء 200 متدين دين، قالوا له في فئة من المجتمع اللي هن المتدينين ما بدهم يخدموا بالجيش. أما قالوا له عدي بيطلعوا، قالوا 200، قالوا له 201، قالوا له خلص شلوه ما يخدم. حاليا 201 اللي ما بدهم يخدموا صاروا مئات آلاف، وهو ما يسبب أزمة للعدو الإسرائيلي حاليا داخل ائتلاف بنيامين نتنياهو.
ما المجتمع الإسرائيلي تلقائيا يتجه باتجاه اليمينية. يعني حتى أنت مثلا الحزب الذي أسس الدولة اللي هو حزب العمل حاليا اضطر يتحالف مع حزب تاني لا يقدر يجيب 4 نواب بقلب الكنيسة. فهو المجتمع لأسباب داخلية يتحول إلى اليمين، ما له علاقة لا بوجود الفلسطيني ولا بوجود هن اللي فيه هلأ حاليا بقلب إسرائيل صراع. هل هذه دولة يهودية دينية أم هذه دولة يهودية علمانية، أو هذه دولة قومية يهودية، أو هذه دولة ديمقراطية؟ في يعني في صراع بجوا إسرائيل ما له علاقة بالفلسطيني، هو صراع فكري بين الأحزاب وصراع على شكل الدولة شو بده يكون، إنه التوراة يحكم ولا لا القانون المدني بيحكم. فهذه الأزمة إذا إنه كل المجتمع الإسرائيلي يتحول لبن غفير وسموتريش كتير منيح بيكون. ساعتها العرب مش إنه حيفيقوا بشك بعد اللي صاير بغزة، العرب يفيقوا بس على قليل بيكونوا واضحين الإسرائيلي مش كذابين. يعني ما بيعود في واجهة يعني صريحين بيكون، يعني لأنه واضح قدامك الإسرائيلي هيدا هو خير. انت هاي بن غفير عينة من المجتمع الإسرائيلي، بدك تعيش معه عيش معه حتى لو بدك، أو حتى لو موهوم إنك هو ما بده. استاذ قاسم بدك تسمح لي بدي اخذ فاصل اعلاني قبل ان نتابع هذا النقاش، وبعد الفاصل بدي اسالك يعني عن تاثير عدم حصول الهدنة او وقف لاطلاق نار على الجبهات المرافقة لهذه الحرب في لبنان في اليمن، ولكن تحديدا في لبنان. فاصل اعلاني مشاهدينا ونواصل هذه الحلقة. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الحلقه من برنامج الحدث، وضيفي في الاستوديو الصحفي الفلسطيني قاسم. اهلا وسهلا فيك مجددا استاذ قاسم. قبل الفاصل كنا عم نحكي، اول شيء عم بتقول انه يا ريت كل المجتمع الاسرائيلي بيتحول الى الوضوح الذي يمتلكه متطرفين مثل سموتريتش وبن غفير. في مقاربه ظهرت اثناء الحرب بانه المشكله الحقيقيه في هذه الحرب وانه وعدم القدرة على التوصل لأي اتفاق هي بأنها حرب بين متطرفين، هناك متطرفين يمثلهم يعني قائد حماس في غزة يحيى السنوار، وهناك متطرفين على الجبهة الثانية وهي متمثلة بنتنياهو وبن غفير وبن سموتريتش. لما حدا يحط لك المعادلة بهذه الثنائية يعني كيف بتشوف هالمقاربة أولا، غير أنه تعتبر ممكن أنه هذا يعني ذر الرماد في العيون، بس في ثنائية بلشت تثبت بعقل بجزء من الرأي العام على أنه المشكلة بالطرفين الذين يخوضون هذه المعركة ومش بأساس المعركة أو أساس الحرب؟ المشكلة هي بالمتحدث ومن أطلق هذه النظرية أنها حرب متطرفين وحرب مجانين وحرب، ما بيشوفوا أنه في شعب تحت احتلال. طيب بدي أفترض أنا أنه مش متطرفين، أوكي، قبل 7 أكتوبر شو كان صاير؟ في نحن على حجم القصف والدمار اللي عشناه واللي شفناه، في شيء بننساه أنه قبل 7 أكتوبر كان الإسرائيلي عنده عيد الغفران يوم كيبور، وكان كل الحكي بالإعلام العبري أنه بعد انتهاء الأعياد ستشن إسرائيل الحملة على قطاع غزة بسبب العمليات اللي عم بتصير بالضفة. المقاومة الفلسطينية وما فعلته هي تحت احتلال. يعني ما بفهم انت، طيب تحت احتلال وقبلانين اخي نص فلسطين بطل بدنا اياها، وقبلانين ب 48 بالاراضي 67 وحل الدولتين. الاسرائيلي ما قبلان، الاسرائيلي هو اللي عم يرفض كل الحلول وكل هو مش عم بدعي هلا يعني انه الحق على الإسرائيل، ونحن بدنا فلسطين كلها من البحر للنهر، ولكن أنه حتى بالقليل اللي راضيانين فيه الإسرائيلي مش قبلان. وهذا ما يدفع المقاومة إلى ممارسة العمل المقاوم. يعني أنت لما تقلي متطرفين، من الداعي؟ مين المعتدل بإسرائيل؟ طيب نتنياهو متطرف ويحيى السنوار متطرف، مين اللي هو معتدل بإسرائيل؟ بنت ولبيد
لبيد اليسار اللي كان عم بيدعي لحل الدولتين قبل ما يصير رئيس حكومة. لما صار رئيس حكومة رفض يقابل محمود عباس، مع احترامي لمحمود عباس، رفض يقابل محمود عباس ورفض تقديم تسهيلات ورفض مخلص شال ايده من كل اي من كل الشعارات اللي كان يطلقها لما كان بالمعارضة، انه يجب السير في حل الدولتين ويجب انه عدم الفرض السيطرة الامنية بهيدي القوة على الضفة الغربية. كل هو لما صار بعد رئيس حكومة شالهم. خبرية المتطرفين، حرب المتطرفين، هي ايه متطرفين نحن ومجانين نحن ونريد ونحلم بتحرير فلسطين. الأبنية الزجاجية والمكاتب الفارهة اللي انتوا قاعدين فيها وتحت المكيفات والمعاشات الكبيرة اللي بتقبضوها بغزة مش موجودة عندهم. يعني انت شو البديل اللي بدك تقدم لهم اياها؟ قبل 7 اكتوبر شو البديل اللي كنت مقدمه لأهل غزة؟ شو البديل اللي مقدمه لأهل الضفة؟ ما في ولا اي بديل. وحتى البديل البايخ والبديل المقرف اللي هو حل الدولتين، وهي اشبه برئيس بلدية، يعني رئيس السلطة بيكون رئيس بلدية، اشبه برئيس بلدية رام الله. انت هذا الحل اللي عم بتقدمه الاسرائيلي ما قبلين فيه، شو بدك شو بده ينعمل؟ يعني بالسبعينات القرن الماضي الشهيد وديع حداد نفذ عمليات خطف طائرات لإسماع الصوت الفلسطيني ولإيصال القضية الفلسطينية للعالم لما كان العالم كله ملتهب. 7 أكتوبر هي عملية لإسماع الصوت الفلسطيني ولإعادة إحياء القضية الفلسطينية على مستوى العالم. طب لأنك عطيت نموذج العمليات العمل الخارجي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والعمليات أشهر من أن تعرف، كمان بال يعني نقيض هذا الخيار بيجي بيقول لك حدا انه اذا بغيت اسمع الصوت في عندك حي الشيخ جراح في القدس الذي يعني كانت هي تعبير سلمي لرفض الاحتلال وتمكنت من احداث نفس التاثير في الراي العام العربي والعالمي. هيدي فيك تعتبرها ابتسامة سخري. حي الشيخ جراح شو وقفها لحرب سيف القدس؟ شو وقف الشيخ جراح كله؟ شو وقفه سيف القدس والصواريخ التي أطلقت يوم مسيرة الإعلام على مدينة القدس، وعندما كان أبو عبيدة قد هدد الإسرائيل أنه وقف الاقتحامات ومصادرة المنازل بحي الشيخ جراح ووقف مسيرة الإعلام وأعطاه توقيت، والإسرائيلي ما التزم بالتوقيت أطلق الصواريخ. مش وقف الشيخ جراح، العمل العسكري اللي وقف، لا الصور ولا الانستغرام ولا القعدات العشاء مع بعض يهود ومسلمين، كل هذا ضحك، كذب 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 كبير، كذبة هاي كذبة للناشطين المدنيين ولا يجيبوا مصاري وهالأشياء، غير هيك انسى. طيب لأنك أتيت على ذكر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع كامل الاحترام له مثل ما ذكرت، بس كنا عم نقول انه بعد ما تتوقف هذه الحرب هناك اقل ما يقال عنه خضة او زلزال سيحدث على المستوى السياسي الاسرائيلي، سواء بنيامين نتنياهو او كل من كان له تواجد او قرار او في مستوى القرار قبل حصول عملية 7 اكتوبر. هل تتوقع حصول الشيء نفسه داخل مكونات مش السلطة الفلسطينية، يعني المستوى السياسي الفلسطيني؟ بفلسطين ما في سياسي عنده، يعني في ابو مازن وحسين الشيخ وماجد فضل، في رئيس سلطه سياسيه لا يمارس عمله، في ماجد فرج مسؤول التنسيق الذراع الامني للسلطه ولا اسرائيل، وفي حسين الشيخ اللي هو اللي بينسق بين السلطه وبين اسرائيل. هؤلاء الثلاثه يسعون، يعني هو هلا ما بدي كرمال ما اكون عم بفتره عم بظلم. السلطة الفلسطينية من 7 أكتوبر، صباح 7 أكتوبر للأمس تعتبر ما جرى هو نكبة، وما جرى هو سيء للشعب الفلسطيني، وما جرى هو شيء أطاح بإنجازاتها ولا نعلم ما هي إنجازاتها. يعني الخيارات اللي موجود، الخيار يعني الذي اتخذته السلطة الفلسطينية لجهة التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي
ولجهة رفض كل أشكال المقاومة، يعني حتى المقاومة الشعبية اللي غنوا لها وعملوا لها أناشيد وإزرع ليمون وإزرع ما بعرف شو كنوع من المقاومة، كل هيدي الأشكال من المقاومة حتى الشعبية السلطة الفلسطينية رفضتها. لما إجت في مقاومة أخرى كانت كل الفترة الماضية تقلن للسلطة استفيدوا من العسكر واستفيدوا من إنجازاتنا أخي بالمفاوضات، استغلونا لتحصين المطلق واستفيدوا بالمفاوضات. السلطة الفلسطينية كانت ترفض هذا الشيء، يعني التنسيق الأمني وصل لدرجة أنه مثلا بعض عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية صدرت منذ يومين عبوة معدل التفجير ضد العدو الإسرائيلي، فانفجرت العبوة فيهم. كي أنا بزعل عليهم لهول شباب السلطة، طب ليه؟ لا لا شو المميزات؟ بتقلي انه عم في مصاري عم بفوتوا لكم معاشات، اللي عم تاخذ معاشات في امتيازات مصاري، طيب انه مضطر انت تموت عوضا عن الاسرائيلي؟ ليه؟ بتعتبر يعني الذراع الامني او العسكري للسلطه الفلسطينيه كنت عم تقول بدون ما تظلم وما بدك تظلم، بس بتعتبرهم نفس الشيء مثل جيش لبنان الجنوبي؟ أسوأ بكثير من جيش لبنان الجنوبي، أسوأ بكثير. السلطة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بعديدة وبعناصرها الفلسطينيين، لا مش عديدة وعناصرها، قيادات أو القرارات اللي أخذيتهم أسوأ من لحد، في خيار أخذينه سيء جدا. حسين الشيخ وماجد فرج هم أسوأ من أنطوان لحد وأسوأ من سعد حداد وأسوأ من عقلية، أسوأ بكتير. أخذين خيار أنه الجماعة التفكيك كل الخلايا المقاومة، أنه في حدا بياخد مثلا شهيد نزار بنات وبيضربه بس لأنه بيحكي، مش أنه عم بيقوس، لا بس بيحكي بس بينتقد. أسوأ بكتير الخيار اللي أخذينه السلطة الفلسطينية بمواجهة المقاومة هو خيار إسرائيلي بحت، ومع هيك ومع كل الإنجاز مع كل الإنجازات اللي بتعملها السلطة للإسرائيلي، يعني إنجازات الإسرائيلي ممكن ما يحققها بالضفة الغربية، بتلاقي أنه الكابينت من كم يوم أخذ قرارات بمنع بعض الامتيازات اللي موجودة لل يعني وهم في أقصى درجات تقديم الخدمات الأمنية لإسرائيل يتعرضون للعقاب. وبعد بيقطعوا معاشاتهم، يعني هلأ النقاش بموضوع كيف الأمريكي يضغط على الإسرائيلي لتحويل المال إلى السلطة الفلسطينية، يقول لها بأن لا يجب تخفيف المال للسلطة لأن ذلك سيؤثر على الأجهزة الأمنية الفلسطينية، سيؤثر على العناصر مما بيخليهم يعني انه لا يقومون بعملهم. ما هو عملهم بالنسبة للامريكي والاسرائيلي؟ هو مطاردة المقاومين واعتقال المقاومين. وبعض عناصر من الاجهزة الامنية الفلسطينية هن وطنيين وبنفذوا عمليات لحظة، يعني إضافة إلى عملهم الرسمي بالأجهزة في كم شهيد نفذوا عمليات، في بعضهم مثلا استفاد من بطاقة الفي آي بي اللي هي تسمح لهم بالمرور عبر حواجز العدو، في أشخاص وطنيين وفي أشخاص غرقانين بالكامل بالموضوع الإسرائيلي. طيب منذ 7 اكتوبر كان في دائما كان يصير في الحديث على الرهان عن يعني ما يحصل وهذه المشاهد وكل ما يقوم به الاسرائيلي في قطاع غزه، يستحيل ان يتحمل اي فلسطيني موجود في الضفه ويستحيل ان لا تنضم الضفه الى هذه المعركه والى هذا الحرب. نحكى كثير عن رهانات حتى عند كتائب القسام وحركه حماس، شيء حكي انه برمضان واحده من الاسباب عدم التوصل الى اتفاق مراهنه كتائب القسام على انفجار الوضع في الضفه، وشفنا تصاعد تدريجي لحجم العمليات. هلا بتقول انه ممكن تقلي انه حتى هذه اللحظه في 9000 اسير من الضفه، في عمليات متراكمه عم تبلش تزيد وتيرتها، وشهدنا اخرها يعني بتفجير العبوه باحدى المدرعات الاسرائيليه. هل عدم انفجار الضفة هو نتيجة حجم القدرة الأمنية الفلسطينية السلطة على إمساك كل مفاصل المقاومة في الضفة؟
انت مصر تخليني سب السلطه؟ لا انا الفكره هي انه في جزء له علاقه بالاداء الامني الاستخباري والعسكري الاسرائيلي بالضفه، وفي جزء له علاقه كمان بالاداء الامني الاستخباري العسكري للسلطه بالضفه. يعني الاثنين متعاونين على تحييد الضفه عما يجري في فلسطين، ومع ذلك يفشلون الى حد ما. في اجزاء يعني شمال الضفه فيك تعتبرها مناطق نوعا ما محرره وخارج سيطره السلطات الامنيه الفلسطينيه نوعا ما، مخيم جنين، مخيم جنين، طول كرم نور الشمس. فانت السلطه الفلسطينيه يعني ما منع تطور وتصعيد الامور في الضفه الغربيه هو القرار عند السلطه الفلسطينيه. لا تملك السلطه قرار، مش لا تملك، لا تريد السلطة إشعال انتفاضة تانية. يعني أبو مازن من 2005 هو من المناظرين للفلسطيني الجديد، اللي هو الفلسطيني اللي بيروح بيشتغل بيعطوه قروض مالية من البنوك لشراء بيوت ومنازل، وبيلهوه أنه روح خي يشتغل أمن حياتك كذا. في جزء من الفلسطينيين بيقولوا له أنه تفضل، لك الانتفاضة الثانية شو عملت، شو دمرت، وأدي عدد شهداء، وشو جابت لنا، ما جابت لنا شيء. في جزء من الفلسطينيين، يعني الشعب الفلسطيني مش كله ملايكي ومش كله ثوريين ولا كله، في جزء من العالم نعم اقتنعت بهذه الفكرة، وفي جزء من العالم هو بس هذه القناعة مش يعني بحجم ما حصل منذ 7 أكتوبر قادر على في جزء مش عم بحكي جزء كتير كبير من العالم. يعني أنت هلأ أغلب استطلاعات الرأي تشير أنه بالضفة الغربية المؤيدين لعملية 7 أكتوبر أكثر من المؤيدين ل 7 أكتوبر بغزة. فينا نفهم هذا الشيء نتيجة القصف اللي تعرضوا له بغزة. ففي القرار لدى السلطة أنه تهدئت الأمور بالضفة، لأنه السلطة دائما مهجسها هي، والعدو بالنسبة للسلطة هي المقاومة وحماس، لأنه تعتبر تهديدها الوجودي هي من المقاومة ومن حماس، ما بتعتبر الإسرائيلي والبن جفير والمجانين بإسرائيل هن العدو المهدد لوجود السلطة. فلذلك السلطة تسعى إلى الحفاظ على التهدئة، وبتشتغل يعني بتروح بتحكي مع العشائر الموجودين بالضفة بتقولون انه والله ممنوع يظهروا، ممنوع حتى مسيرات ما فيه. انت بينزلوا برام الله مسيرة كرمال غزة ب7 و8 و9 اكتوبر لما كانت البنايات عم تنزل على راس العالم، مش هلأ لنفترض انه في عالم ملت، بعدها طازة الحدث بعده حديث، وبحجم الدمار والقصف اللي شفناه أول أسبوع بعد 7 أكتوبر ما كنا شايفينه بحياتنا. حتى أحداث مثل مستشفى المعمداني يعني وقت ليلة مثلا مستشفى المعمداني نزلوا سمحوا له مظاهرة ساعة وضربون وفللون، مش فللون، ضربون وفللون. في سلطة أخذ هذا الخيار، كيف بدك تقلي مثل لحد نوعا ما أفضل. وفي برأيك في خط أو حدث فاصل يعني ساعتها الانفجار بيصير يعني لا محال منه بالضفة؟ ما بعرف بصراحة، يعني هذا سؤال ما بعرف، ولكن المؤشرات الانفجار ليك نعترف بأن عدونا ذكي، الإسرائيلي ذكي وبيعرف ما شو الممكن يؤثر على تغيير المزاج العام للسكان الضفة. في حاليا مثلا بعد 7 أكتوبر أوقف العدو الإسرائيلي إدخال العمال إلى الأراضي المحتلة عام 48، في تقريبا شي 100,000 أو 140,000 عامل كانوا يفوتوا، الإسرائيلي وقف. الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتقول لرئيس الحكومة، الشباك يقول لرئيس الحكومة بأنه يجب إدخال العمال لأن هؤلاء بلشوا يصرفوا مما يدخرون، والأموال التي كانوا يدخرونها شرفت على الانتهاء، فلذلك يجب إعادتهم لسوق العمل لتفادي، ونحن بنعمل إجراء لتفتيشهم ومتابعتهم و لتفادي الانفجار بالضفة. حتى بموضوع طلب من وزير المالية سموتريتش تحويل المال كمان لتفادي هذا، يعني لتفادي الانفجار يعمل. وبالسنوات الماضية كمان إدخال المصلين إلى باحة مسجد الأقصى خلال صلاة العيد هو جزء منه، هو المسجد الأقصى هو عادة مفجر الانتفاضات بالعادة،
ولكن ادخال المصلين ما هو مش عدد كتير كبير يعني ألف. وما كتير في عدد ولا يوجد عدد كبير من المصلين من الضفة بيروحوا على الأقصى. معظم من سكان يعني اغلب مصلي الأقصى هن من سكان القدس وسكان 48 وجزء قليل من سكان الضفة الغربية. يعني حتى امبارح كان الإسرائيلي عم بيقول انه هناك تقريبا 40 ألف موظف مش موظف 40 ألف عامل غير شرعي يدخلون من الضفة الى داخل الأراضي المحتلة هول الإسرائيلي بيكون شايفهم بس بيتركهم يعني بيتركهم يمرقوا ما في سكر كل الفتحات الموجودة بالجدار بمحيط الضفة كرمال ما تفجر بوجهه كجزء من التنفيس يعني صحيح. طيب أنت معني بالجانبين هلا كلنا معنيين بالجانبين بس حضرتك فلسطيني مقيم في لبنان يعنيك مباشرة ما يجري في غزة وفي فلسطين وأيضا في الحكي المتزايد عن انخراط لبنان في هذه الحرب وانخراط لبنان في هذه المعركة وتحديدا ما يقوم به حزب الله من دور في مساندة جبهة غزة ويعني إسنادها. في بيجي مين بيقول لك أنه إذا كل شيء مبرر أو ممكن يكون مبرر لأهل الضفة أو ل يعني لعدد من أو حتى فلسطينيين الداخل في أراضي 48 نتيجة أسباب يعني السلطة الأمنية الفلسطينية القمع حصار كل قدرة على ومنع أي انفجار، في من بيجي بيقول لك إنه حزب الله الذي يحمل لواء المقاومة ورأس حربة هذا المشروع كان بإمكانه أن يقوم بدور أكبر من مجرد مساندة قطاع غزة. صحيح. وحتى في مش بيقول لك هذه المساندة ما قدمت ولا أخرت بأي شكل من الأشكال على حجم الضرر وحجم ما ارتكبته إسرائيل في قطاع غزة، ما غير شيء بالمعادلة. صحيح، ولا وحتى لو شارك حزب الله بشكل أكبر ما كان حيغير بالمعادلة. حتى لو حزب الله ب 8 أكتوبر بدل ما أنه يعمل عملية على مزارع شبعة فات على شمال فلسطين كمان لن يغير المعادلة وما يجري في قطاع غزة. ما يجري في قطاع غزة هو التركيز الأساسي للعدو الإسرائيلي وهي الجبهة الأساسية للعدو الإسرائيلي لجهة وجود 200 أسير إسرائيلي في يد المقاومة في قطاع غزة ولجهة سعيه إلى أنه هي يعتبرها العدو لقطاع غزة هي حديقته الخلفية يعني هي ببيته يعتبرها هو هيك فلذلك يسعى إلى تدمير حماس وتدمير سلطة حماس وتدمير المقاومة مش بس حماس كل المقاومة الموجودة بغزة يسعى إلى تدميرها ليخلص ويريح ببيته وبعدين بيفضل الجبهات الأخرى. هلأ شو ما عملت لو كل الجبهات شاركت وكان حجم المشاركة أكبر العدو الإسرائيلي كان سيمتص كل الصدمات وكل الضربات للانتهاء وللتفرغ لقطاع غزة. والحكي انه وهذا ما يقوم به حاليا هو يمتص كل يعني هو هلأ حاليا بهالفترة كم بدي اكمل لك في الاشهر الاولى للحرب على قطاع غزة كانت العالم تقول انه شو عم بيعمل الحزب وحزب الله قدراته اكبر وفي شارك بشكل اكبر وكانت العالم تقول شو عم بيعمل عم يضرب عواميد وكان وفي جزء كمان بعترف انا كنت اقول انه الحزب بيقدر يعمل اكتر ليه بس عم يعمل هيك. هلا نحن المحمسين وبوقتها بحجم 7 اكتوبر بتتخيل للحظة انه لحظة تحرير فلسطين وتحرير فلسطين سيكون شكلها كما رأيناه في 7 أكتوبر ولكن الحجم الدعم الدولي اللي كان موجود لإسرائيل بنهاره وحجم التعاطف الدولي اللي كان موجود لإسرائيل بخلال هيديك الفترة واللي كل هيدا خسرته إسرائيل حاليا ومن الأشياء التي قد تمنع إسرائيل من شن حرب على لبنان مش حرب معركة تصعيد معركة تصعيد سمي اللي بدك إياه أنه تكثيف عمليات اللي عم بتصير على الحدود بلبنان هو عدم وجود هذا التعاطف الدولي والمبررات بس من أنت الإسرائيلي يكترث إلى أي نوع من التعاطف أنه هلأ يعني إحنا وصلنا لتاسع شهر من حرب كادت أن تباد غزة كلها لا يكترث لا بقرارات مجلس لا قرارات صادرة الأمم المتحدة ولا مذكرات توقيع بوقتها لما كان جاي الأمريكي بحملة الطائرات وكان الأمريكي جدي بالدفاع عن إسرائيل حاليا أشك أن الأمريكي سيقوم بأي عمل
للدفاع عن إسرائيل. يعني حتى رئيس هيئة الأركان الجيوش الأمريكية قال لهم أنه ما إذا في أي حرب مع لبنان نحن لن نستطيع القيام بما قمنا به مع إيران اللي هي ليلة نيسان، الرد الإيراني وأسقاط المسيرات، الرد الإيراني وأسقاط المسيرات الإيرانية. فلذلك أنه تقل إسرائيل حاليا تقدر وتستطيع تنفيذ أي عمل تجاه لبنان بغياب التعاطف الدولي مشكوك فيه. وصحيح أن إسرائيل لا تحتاج إلى تعاطف دولي، ولكن بالنهاية هي تفكر بالخلفية لأنها تدعي أنها دولة ديمقراطية وتابعة للمجتمع الدولي وبتبرر، حتى هي مضطرة تبرر للأمريكاني. شو بدها تبرره حاليا للأمريكاني؟ طب ما الذي تمكن من تحقيقه حزب الله في فتح هذه الجبهات المساندة؟ ردع الإسرائيليين عن القيام بأي عمل عسكري تجاه لبنان؟ لنكون صريحين، في جزء منه خبرت الإسرائيلي أنت أنه أنا واعي وصاحي ولن تأخذني غدرا وغيلة، وفي جزء منه حاليا بعد 9 أشهر أكثر جبهة مؤثرة على العدو الإسرائيلي وأكثر جبهة تجبر العدو الإسرائيلي بالتفكير بوقف الحرب هي الجبهة اللبنانية، وما لها تأثير على الشمال الإسرائيلي. نحن يعني لما نقول الشمال الإسرائيلي، الشمال الإسرائيلي هو منطقة زراعية ومنطقة سياحية ومنطقة اقتصادية من جهة الصناعات الزراعية والصناعات العسكرية. والمستوطنين المفترض يكونوا، فكرة الاستيطان هي عند العدو الإسرائيلي أنه المستوطنين هم يكونون خط الدفاع الأول قدام أي هجوم محتمل على دولة إسرائيل. ب 8 أكتوبر صاروخ على شبعة أجبر الإسرائيلي على إفراغ 67,000 مستوطن من الشمال. هو مشكلته هاي، مش مشكلة إذا العقيدة القتالية أو العقيدة الدفاعية قائمة على أن المستوطنين هم خط الدفاع الأول. دمرت كل شيء ب 7 أكتوبر وما يجري بمحيط إسرائيل الإقليمي الآن، دمرت كل شيء بيتعلق بإسرائيل. يعني إسرائيل هي أسست على فكرة الردع، أنت دمرت الردع، أسست على فكرة الحرب السريعة لك 9 أشهر بحرب، وفكرة الحسم هي ما قادر تحسم. أنت هلأ نحن نتعرف على إسرائيل جديدة، يعني نحن هلأ مثل ما قلت لك أول حلقة نحن بإسرائيل تعتبر أنها في حرب استقلال. هذه الحرب يا بتخلي إسرائيل 75 سنة تانيين، يا أنه تضع إسرائيل على سكة الزوال وتنتهي إسرائيل، لأنه أنت هلأ وأنا أعتقد الثانية أنه إسرائيل ستزول، لأن كل شيء، كل الأفكار التي بنيت عليها إسرائيل دمرت في سواء. والإسرائيلي يدرك هذا الشيء، يدرك هذا الشيء جيدا، لذلك هو عم بجن ليرجع يقول أنا بعدني قوي، لا أنا بقدر أرجع أرضع، وهذا غير صحيح. الصحفي الفلسطيني قاسم، أنا بدي أشكرك على هذه الحلقة وعلى كل هذه المعلومات فيها. أنا بشكرك. شكرا كثير لك، وعلى أمل يعني لقاءات أخرى. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول إليكم مشاهدينا، ونلتقي في حلقة مقبلة.